بقول لك ايه، لا النضاره، انت بتعرفي تغني بالهيليوم؟ هيليوم لا بجد؟ طب تعرفي تشفطي الهواء اللي جوه البالونه؟ هوا؟ بصي هقولكي ايه لعبه كده. ايه اكتر اغنيه بتحبيها؟ ايه بتاعت تامر حسني اللي هي بتاعت ايه؟ حسن. بتقول ايه؟ تعرف؟ بصي انا هشفط اللي جوه ده واغني لك، ماشي؟ ازاي؟ هتشوفي يا مدام حمدي. وبعدين سبته وشفت اهو ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك واشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش زعلانه، مش ماسكه صورته وبتقهر زي العبيطه ولا ماشيه. تعرفي تعملي كده؟ غيرت صوتك ازاي؟ ما هقول لك بقى، غيرت صوتي لما انا بلعت الهوا اللي جوه ده. فانا عايزاكي تبلعي الهوا اللي جوه، ماشي؟ لا الهوا جوه ما بعرفش. لا تعالي انا هوريك، تعالي قربي كده، قربي. ايه هي حمدية البق ده؟ اقفلي يا حمدية بقك على البتاع، افتحي. دلقتي العصير يا مدام حمدية وبهدلتش الدنيا. كده كل الورق والملفات كده باظت. معلش معلش. يلا بس اشفطي بقى شفطه جامده. ايوه يلا اشفطي. ايوه اقعدي بقى مكانك وغني بسرعه، اقعدي مكانك وغني. يا ملاك يا ملاك يا ملاك. ايوه انا وخال اشمال. حصل ايه؟ ارجع في الحنيه على العيال. دي خلاص؟ على العيال عينيا عشان خليك سنية وشكرا عتتعبي ولا ملكة بقيت ملكة ما أعرفهاش. أشوفك بقى في المرحلة الجاية، ماشي؟ يا باي باي. وبعدين هرشك جامد كده 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 كده. عارف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ ايه؟ ها؟ ايه؟ كهربا؟ قولي. ده جهاز كشف الكذب. وعايز اقول لكل الاهالي، اي حد ابنه بيضايقه او بيكذب عليه زي احمد وعايز يعرف الحقيقه، يا ريت تجيبه لي هنا وانا هقعده على الجهاز ده وهنعرف كل حاجه مع بعض. اسمك ايه؟ احمد محمد الحرب. عندك كم سنة؟ 8. عندك اخوات؟ قد ايه؟ اختي لمار بس؟ وفي اخوات تانية بقى وولاد خالتي. حاسس انك مرتاح ولا قلقان ولا خايف؟ انا خايف. خايف ليه؟ عشان قلقان من الكهرباء دي. مفيش كهرباء هنا، ما تقلقش. ماشي؟ ماشي. تحب المدرسة؟ تحب المدرسين بتوعك؟ كلهم؟ مس عبدي؟ انت بتحبي مس حنان؟ لا مش حنان. ما مقلتش عليها ليه؟ ما هي برضه ما انت كنت مستنيك، كنت مستنيها تقول كده ولا جاز اللي قال لي. ما قلتش انت ليه على طول من نفسك؟ ماشي. ايه اكتر حاجه بتكذب على مامتك فيها؟ كنت فكت لها التليفون خالص وكنت ارميه لها من الشباك وحطيته في البلكونه. عملت فيك ايه؟ ضربتني. وانت كنت بتعمل كده ليه؟ كنت بتنتقم منها صح؟ عشان هي مش بتديك التليفون مش كده؟ ساعات برضو ما تدنيش. بتشتم شتايم وحشة؟ لا مش بشتمش. ما بشتمش والله ما بشتمش. ساعات ما بشتمش. ما بشتمش. ساعات ما بتشتمش؟ يعني في الأغلب بتشتم؟ ساعات ما بشتمش وساعات بشتم. تشتم بتقول إيه؟ لا مش هقول هنا. هي وحشة أوي للدرجة دي؟ مش هقول هنا. وحشة أوي للدرجة دي؟
ممكن اقول له يا رخم. يا رخم؟ شايف نفسك تخين ولا رفيع؟ بص في المراية بلاقي نفسي تخين. في الحقيقة؟ تخين اصلا. وشايفني انا تخينة ولا رفيعة؟ تخين. ما انت زيي برضه مش رفيعة. طب ايه ده؟ رفيعة؟ يا ايه بالظبط؟ انا رفيعة قوي. رفيعة قوي. حد شال الباروكة دي؟ باروكة؟ بس اسف في العربية. بتحبني ولا ما بتحبنيش؟ انا بحب الممثلين كلهم. وانا بتحبني ولا لا؟ بقول لك كلهم. يعني انا بسأل عن نفسي بتحبني ولا لا؟ ليه؟ ليه ما بتحبنيش؟ بقول لك بحبك. انا عملت ايه والله؟ بتحبني ولا بتحبنيش؟ والله بحب. خليك كنت ماشي. الحلقة بتاعتك لما اتذاعت على الهوا شافها أكبر مخرج إعلانات ياباني بحظك الحلو، هو كان موجود النهاردة في مصر، فهو جه وحابب يتعرف عليك شخصياً، حابب ياخدك علشان تعمل عندهم إعلان ما بين اليابان وأمريكا، يبقى تو لوكيشن. أنت بقى أصلاً حابب تعمل إعلانات ولا لأ؟ الصراحة أنا نفسي أبقى مشهور جداً، بس معرفش أتكلم لغة أمريكاني. طب ولا ياباني؟ لا أنا بحاول، يعني لسه بحاول أرى الترجمة بس. طب هقول لك على حاجة، اشتهجلي الكلمة دي. How are you؟ How are you؟ إيه؟ أيوة. لا هي ألف؟ آه How are ألف ر أر نب ألف ر أيوة نون ب. برافو برافو، أنت يعني شاطرة أهو. بص بقى، اللغة الياباني عشان بس تبقى عارف لما الراجل يجي لنا، اللغة الياباني دي أسهل لغة في العالم. أنت أي حروف بتحس إن الكلمة طالعة من جواك وبتحاول تقولها تطلع هي. يعني مثلا تعالى إيه نعمل كده تجربة، ماشي؟ ماشي. دي مثلا اسمها إيه؟ نعيمة. هتحط في أولها شين وفي آخرها إيه؟ شان يا عامة. أوكي؟ هي دي اللغة الياباني، فكل حاجة كده. فهمتني؟ فأي حاجة يسألك ولا حاجة شي، كل حاجة حط أولها شين هتبقى ماشية صح. ماشي؟ فلما الراجل يدخل تتكلم معاه كده. ماشي؟ أهو جه أهو جه. هلو مستر شان شان لي، هاي سميا. ني هاو ني هاو سميا. شين كلا تطفلو ويشين كلا اشتلا طب انا بقى ايه، ما بحبش احضر لحظات الكاستنج المؤثره دي، فهسيبكم مع بعض شويه وارجع لكم تاني. ماشي؟ لو في اي حاجه بس اندهوني، انا هنا في اليمه اللي وراكم. ماشي؟ كي. عايز حاجه يا حسن؟ لا شكرا. لو في حاجه يا حبيبي انده، زي ما قلت لك بقى اتكلم معاها. ها انت جيتي زي ما انت عايزه كوني انت وانتي. اوه فيش حاجه بس Thank you, Chief. 要不然你尝尝我们的那个果汁。 Mango? Mango, she. 你喝喝。 尝一尝怎么样? Hassan. Oh. Again, again, again. 不是, up, up. Why? You don't like it? 야عم, ده زي الفل ده مانجا يا ابني. احنا مش لاقيين المانجا دلوقتي. طب ما انت بتتكلم عربي اهو. ما انت بقالك ساعة بتتكلم معايا الماني، يعني في ايه؟ انت كده خلي بالك، يعني انا دافع قد كده في الاعلان، انت المفروض يعني تحسسني حتى ان يعني طعمها حلو. دوق بس. اسمع مني، هاتي هاتي.
بق كبير بقى وحش. على فكره ده احنا حاطين فيها جلد تعبان الغالي قوي عندنا، وفي برضه جلد تعبان مش تعبان، اكيد مش هنحط تعبان يعني ده هيسممك. طب جرب الشوكولاته، تحبش الشوكولاته؟ بحبها بس أستنى. بس ما تكونش الماني. لا 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 ما تقلقش، ياباني. الماني ايه؟ طب جرب كده ممكن يعجبك، دي ده ياباني حلو. حلوه حلوه بجد. طب كل قطمه كبيره تقدر تخلصها كلها على بق واحد؟ ليه؟ طب حته كمان. ايه طعمها مش حلوه؟ لا من حلوه يعني. هو انت حاطين جواها بن سايح؟ لا بص، هو الزيت اللي جوه ده عارف السحليه لما تتقلي بيبقى فيه زيت كده نازل منها، هي زيت دي زيت سحليه، ده غالي قوي عندنا. كل حاجه برضو مصر غالي علينا. مصر غالي علينا؟ يعني ايه مصر غالي علينا؟ ما اعرفش انا بسمع كده. اخش بقى الحاجات كلها تو ها انت ده بحر شمال وني كتير انت سعد ما كمان شيء. ايه الاخبار يا حسن؟ عملت ايه مع الراجل ده اللي ما بيفهمش عربي خالص ده؟ ده بيحطه في العصير جلد تعبان. ايه؟ وكمان بيقولش الزيت ده زيت السهلية. وانت ازاي عرفت الكلام ده؟ لا طبعا هو قال قالك انت بتفهم يا بني، ده انا لسه معلمك كلمتين. هو بيفهم عربي بس مش قوي. مين قالك ده ما بيعرفش ولا كلمة عربي؟ تاشو سمعها عشون يا ايش يا بيقولك هما بيتقول ايه اصلا، مش هم ولا كلمة عربي. لا سمعته انت بيتكلم عربي؟ لا. طيب امال ايه، امال الحاجات دي بتتهيألك؟ شكلي كده شكلي كده. طب خلاص يلا ايش يون يا يون يونكا يا حاجة خالص. بقوا انا سلامة يا بشوات. هو قال ايه؟ سلامة يا بشوات. هو بيتكلم عربي ده ولا ايه؟ انت متأكد؟ بس هو كلامك عربي؟ امال انا ليه لما سألتك قلت لي لا؟ مش كنت تقولي كنت بهدلته؟ ما هو أيوة. كان هيقولك لا يا واد يا فتي. انا قلت كده برضه. عموما سيبك منه، انت كده كده اصلا خلاص كسبت معانا بالاعلان او من غير الاعلان، وانت كنت من انبه الاطفال اللي جم عندنا واطيبهم والذهم، وانا بحبك قوي. ماشي، وادي الجايزه بتاعتك اهي. الف مبروك. سيب الشوكولاته دي هنا. الف مبروك. الله يبارك فيك. ميرسي يا حبيبي قوي انك نورتني النهارده. باي باي. بتحبني؟ قوي؟ وانا كمان موافق يا احمد ان انا اغير في ماما حاجات بسيطه. موافق يا احمد؟ موافق. ماشي خلاص. اتفضلي امي بقى يا مدام عبير معايا. ادخلي حضرتك هنا في الجهاز ده. وجالك قلب تقولها؟ ايوه ادخلي. فلي بقى عليك. قوم بقى يا احمد دوس على الزرار كده اللي هو ده الاحمر. ماشي دوس كده. انت دوست مرتين؟ هو هيعمل ايه؟ يا لهوي. طب اقعد 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 يا دي النيله، ده كده هيحولها لك لاب. طب هنعمل ايه؟ طب دلوقتي يا لهوي اهي فتحت المكنه. اعوذ بالشياطين الرجيم. ازيك يا احمد حبيبي؟ لا اله الا الله. ده الرب دود والدب انا مش هرد. خدي جوزك في حضني. لا جوزي. لا اهو هو. ما تعيط ليه يا حبيبي؟ طب عايز ليه؟ اسمع كلام بابا. انتوا عاملين ايه؟ كويسين. انتوا بتحبوا الضحك؟ ولا بتحبوا تكشروا؟ نضحك. انا بقى عايزاكم هنا تكشروا عشان الاوضه دي اسمها ممنوع الضحك. يعني كده؟ لا نكشر كده. تعرفوا تكشروا؟ وروني كده التكشيره. تعالوا نبتدي باول تحدي. تعرفوا تنفخوا البلالين؟ طيب بص، ده ولا الاحمر؟ احمر. الاحمر. خد الاحمر. لكن اسمعي فربطها. مش لازم. لا احنا عايزين ننفخها لحد ما تفرقع، واللي بلنته هتفرقع الاول هو اللي هيكسب. ماشي يلا 1 2 3 ابتدي. حاولي حاولي. حاولي.
حاول حاول يلا اسرع. برافو يا ادب. يلا يا مايا ادب هيكسبك كده. لا انا عايزه البنت تبقى قويه. خدي يا مايا. طب انت كملي على دي. خدي كملي على دي. انا هخلي التحدي ده بينكم انتوا الاثنين. يلا هشوف مين فيكم الاسرع. يلا 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 هي اللي كسبت. يلا التحدي الثاني رش. انت اللي خسرت. يبقى انا وهي هنرشها. 1 2 ايه ده؟ الحق اللي وراك ده. ايه ده؟ يلا رشي رشي رشي.